بالمناسبة أقدم تشكراتي للخواص الذين يعني لبوا الطلب، وهذا دليل على الوطنية نتاعهم وحبهم لوطنهم إن شاء الله. كما يعني وضعنا حاليا يعني بطلب من مصالح الصحة، طلب من السادة الولاد تقريب 18 فندق عمومي على مستوى 13 ولاية، وكل الفنادق على مستوى الوطن أعطينا تعليمات المسير نتاعهم باش أي والي يلجأ لهم يوضعوا تحت تصرفه الفندق. ما كفاوش الفنادق العمومية، نلجأ للخواص لأن الخواص مستعدين باش يساهموا في العملية هذه. ويعني لحد الآن يعني كل الولايات اللي طلبوا باش يوضعوا تحت تصرفهم يعني الفنادق، كما وضعنا 18 مؤسسة فندقية هذه كلها عمومية. هي الآن هي جاهزة؟ كان اللي استغلوهم باش يعني على مستوى دخلت حيز الاستغلال، هي حيز الاستغلال على مستوى المديرات الصحة والمستشفيات. الناس اللي عندهم الكوفيد هذو ماهوش يعني جرافمون مالاد، هذو يوضعوهم في الفنادق باش يعزلوهم على العائلة نتاعهم باش ما تكونش العدوى في العائلة في الدار. والناس اللي جرافمون مالاد هذو كيخلوهم في المستشفيات. وثاني هناك أجنحة خاصة للأطباء والممرضين اللي تابعوا العملية على مستوى الفنادق، واللي ممكن يعني في وقت الراحة نتاعو يرتاح في الفندق ثم يعود للمستشفى. ثم يعود للمستشفى، ووفرنا لهم كل الشروط اللازمة لحد الآن الحمد لله. إيواء إطعام كل. وثاني يوميا مصالح نتاع الفنادق تقوم بتعقيم كل الفنادق. ولا لحد الآن أمور ماشية يعني على تكفل تام. تكفل تام سواء بالنسبة للمواطنين أو الأطباء. أو الأطباء. نعم.